السلام عليكم، كيف ما وعدناكم غادي اليوم غادي نبداو بريسيت سهله ديال الكوكيز اللي المكونات ديالها غادي يكونوا في الدار باش تبقاو في ديوركم وديروا الحوايج اللي خص لوليداتكم باش تدوزوا الكوتي ديالكم. نبداو الوصفه. كتكون من 200 غرام ديال الشوكولا غيش دايب، 60 غرام ديال الزبدة، 150 غرام ديال الطحين، 160 غرام ديال السكر كاسونات ولا سنيدة عادية، جوج بيضات كبار، 6 غرام ديال الخميرة الحلوة، قبصة الملحة، والشوكولا مهرمش ولا الدروبس. ومن الأفضل هاد الشوكولا كيكون المذاق ديالو زوين. نبداو بالطريقة. بسم الله. حنا كنبداو كنزيدو الزبدة دايبة على الشوكولا غيش لي دايب، كيتخلطو مزيان، كينسجمو المكونات. نزيدو الطحين ديالنا يتخلط مع الخميرة والقبصة ديال الملحة. نخلطو المكونات مزيان. هاد الكوكيز كيجي رائع وكيجي فيه الشوكولا مزيان وكيجي مويل، وانا متاكده بان هاد الكوكيز نهار تصوبو راح ما يبقى لكم فيه والو لو لوندوم، وضروري تجربوه وتخدموه وتردوا عليا الخبر، واي مشكل وقع لكم ولا شي حاجه قولوها لينا. الان كنديروا البيض مع الكاسونات كنخلطوهم مزيان، ماشي ضروري نقربوهم، المهم عندنا غير ينسجموا مع السكر، وإلا درتو سكر كاسونات كيجي أحسن، إلا درنا سكر كاسونات كيجي أحسن لأنه كيعطي واحد القرمشة وواحد لوكو كراميل للوصفة. دابا حنا كنخلطو البيض اللي مع السكر مع الخلطة ديال الطحين مع الشوكولا والزبدة، نخلطوهم شوية علينا حتى كينسجمو المكونات. هانتوما ساهل هاد الكوكيز، ساهل والوصفة كلها غادي تصوبوها في 15 دقيقة. هانتوما القوام ديالو ما كيكونش قاصح وما كيكونش جاف. هانتوما الطريقة كيفاش كيتخلطو المكونات كلهم، طريقة سهلة، كلشي كنديروه بيدينا. دابا غادي نديرو الخليط في البوش ديالنا، دوي سامبل هانتوما كتبان ليكم لابغيونس ديالو من دابا. غنديرو في البوش ديالنا بيك دوي سامبل اللي مختلف على الكوكيز الاخر هو ان هذا كنديروه بالفوش، ما كنديروش بلا كوبيير غلاس. بيان سور ضروري كنديرو بابوي كويسون في البلاكة ديالنا، وكنبوشيو بحال دي ماكارون كبار، ماكارون كبيرة. عرفتو لي كوكيز أنه ولادنا كيبغيوه يكون شوية كبير، أنا كنفضل تكون متوسط، ما يكونش صغير بزاف وما يكونش كبير بزاف.
هانتوما تقريبا هاد هاد المقادير كيعمروا لينا اون بلاك 60 كارو. هنا الفران حنا شعلناه خاص طلع درجات الحراره ل 180. الوقت اللي حنا غادي نديرو الشوكولا اللي هرتشنا غادي نديروه من الفوق باش يعطينا واحد المنظر زوين. كنديرو 3-4 طريفات كيفاش قطعتيهم نتوما. هاد الوصفات اللي غادي نديرو لكم وصفات سهلة والمكونات ديالها غاد أكيد غادي تكون عندنا موجودة في الدار. احنا دابا هاد الأيام الصعبة احنا كلشي جالسين للآباء ولا الأمهات كلشي تعاون كل واحد يدير حاجة. ندير لكم وصفات أنكم تكسروا الملل وتصوبوا شي حويجات لوليداتكم والعائلة ديالكم الأسرة الصغيرة اللي في الدار باش حتى واحد ما يضطر يخرج ولا يقلب على شي سبب باش يخرج. حنا بغيناكم تجلسوا في الدار ما تخرجوش. ان شاء الله غدوز هاد الازمه وان شاء الله كل شيء غادي يرجع بخير وعلى خير. هاد الكوكيز راه رائع رائع بزاف. كنصحكم ضروري تجربوا في داركم ديرو بشوكولا غيش شي حاجه تكون على الاقل من 50% الفوق باش يكون عاطي المذاق ديالو. هانتوما الا لاحظتوا راه ما غاديش تكمل 15 دقيقه بين الخدمه ديال الوصفه والدريساج والطياب. المهم المكونات راه سهله يكون عندكم غير الشوكولا في الدار البيض والسكر الدقيق الزبده اكيد كلشي عنده هذا الشيء في دارو. الفران يكون سخون على 180 درجه نقصوا لي لا تمبيراتور طلع 190 قص. الفران سخن ضروري يكون سخون من قبل. مية وثمانين طلع توصل 180 نديرو 10 ديال الدقايق. 10 ديال الدقايق كتكفينا باش يطيب لينا الكوكيز ديالنا ويكون مويلل من الداخل وطيب من الفوق. انا غادي من بعد ما يطيب نعاود نوري لك الكوكيز ديالنا. هانتوما تشوفوه في الفران شتو كيفاش كيجي كيتفرقع كيتشقق. 10 دقائق ما تفوتوهاش. احنا قربناها وتر مستقر بالطفا. 10 دقائق ما تزيدوا عليها والو. درجه الحراره 180 واخا طلعت شي 3 درجات ماشي في باغرام. هو قرب يطفي لينا الفران. هو في داخل الفران شي كيتشقق خصو يكون كيبان هكا مشقاق و كيتفرج شوية كتبان لا بغيونس ديالو. منفوتوش 10 دقايق باش يجينا طيب من الفوق تيبان كخوكو و من التحت كيطيب و الداخل كيبان بحال إلا خضر كيكون مويل رطب. هذا هو لي فغي كوكيز أمريكان مخصهمش يكونو قاصحين. احنا هنا كنتسنى الترموستا ديالي يطفى ما حليتش عليه الفران خليته سد الفران مسدود. 10 دقائق ديالي هي قربت طفى. اول لي كوكيز ديالي صافي هو طفى. احنا غادي نخرجو
le knack-knack, le cookies, les fameux cookies au chocolat, tout moelleux. Kishi, voilà, et un tomate. هيا كي تلقدون نزوم سهولة شو كي دايرين تقدر تاخدهم حتى تلزوم حتى بيديكم ما نخليهمش في البلاكة ديالهم شوفوا كي يكونوا رطبين شو الدخل ديالهم كي يجوا مويلو رائعين بسم الله هو يدقهم الشاف هو الأول نحيدهم من لابلاص باش ما يعاودوش يكملو يزيدو في الطياب كيشهيو نتمناو تصوبوهم وتصيفطو لينا تصاور ولا عجبكم هادشي اللي كنديرو ديرو اشتركوا في القناة وديرو جيم باش تشجعونا ونستمروا معاكم ان شاء الله كل يوم ان شاء الله وصفة ولا كانت شي اقتراحات حنا مستعدين الا كان بامكان ديالنا نديروهم ومرحبا بكم يعني السلام عليكم